تقول تروح للمتنبي وانت بيتكم مثلا بالحرية. شلون تروح من المدينة للمنصور بس نفرات مو تاكسي؟ تصعد من المدينة باب الشرجي بألف دينار. إذا ردت تروح للنجف تزور واحد عزيز عليك، مين تركب؟ مرحبا، اليوم راح أخذكم بجولة بمعظم مناطق بغداد بس نفرات مو تاكسي. شبابي شبابي، وهنا راح نصعد بأول كوستر تاخذنا لباب الشرجي. صديقي 5 بيا 1. الكوستر وسيلة نقل كلش حلوة، وأحلى شي بيها تقدر تشوف مناطق بغداد منها، نشوف شقد حلوة المناظر الطبيعية، والحلو بيها ما تقدر يصعد بيها الغني والفقير. وصلنا هنا الباب الشرجي، خلونا نكمل جولتنا. شبابي شبابي، باب عظم باب عظم. اغلب المناطق اللي تريد تروح لها ببغداد تقدر تصعد لها من باب الشرجي، وتحديدا بساحه الطيران. ايش قد لنا فر الشورجه؟ شكرا. دائما من عنده شغله اريد اقضيها انا اصعد نفرات، يعني على مود السرعه ورخيصه، وذاك ازدحام انزل واصعد بغير سياره، يعني هي اصلا وسيله نقل كلش مريحه. هسه انا وصلت للشورجه من الكراده لهنا، انا ما كلفتني غير 1000 دينار، وهنا هسه انا بحافظ القاضي، ترى كلش طبيعي انه تسال مين اصعد لفلان منطقه، وماكو منطقه ما بيها نفرات، انت بس يجاوب. هسه وصلت يم نهر دجله، دائما انا من نجي لازم اجي لهاي المنطقه، اظل اباوع اتشكشك كم صوره، يعني ستوريات. خلصت فرتي بالشورجه، هسه انا بالرصافي يم موقف الباصات اللي تعبر على الكرخ، راح اعبر انا وياكم بالباصات. طبعا انا من اصعد بالباص احب اوقف، لان دائما اكو ناس كبار بالعمر وتعبانين، خليهم يقعدون، احنا بعدنا شباب نوقف. دائما بالباص يصير عندك اصدقاء تتعرف عليهم، هسه سجاد صرنا ساعه يعني نروج منا ومننا. انت منين جاي سجاد؟ ما ادري. من الرصافي. من الرصافي، وين رايح؟ رايح لعدن. عجب يعني ما تروح تاكسي؟ لا هاي اسهل واحسن وارخص، اكيد ارخص. لا تقول لي اكيد ارخص. وبراحتي يعني اتنقل بين مكان لمكان. ترى السياره صارت فارغه، خلينا نقعد. صار لنا ساعه. يا بارش دي تكسر، صار لنا ساعه واقفين. والله تعبنا. سجاد هيك سؤال سريع قبل لا نوصل، فد موقف هيك صار وياك بالنفرات بحيث ما تنساه طول حياتك؟ وقتها من عدن صعدت للمواد للكليه، نطيتها 10. ايه. واخذتني الغفوه. نمت. يم الكليه نزلت وعدت العشره وطفت. راح الباغ. راحت العشره. عشره كامله. حتى بعد لا تنام بالسياره. وصلنا ساحة عدن، اشترينا نص بغداد قدامكم هاي، كلها ما كلفتنا 2000 دينار، فبعد ما عندك حجة تقدر تروح منا ومنا كلها نفرات، أودعناكم.